الجديدة من برنامجكم المنتظر عكس التيار. شو كابتن ما في شغل؟ وصلت حادة بين محلة العلوم وعالم الروح. المنجم وعالم الفلك الشهير الدكتور الألمعي سيكون معكم على الهواء مباشرة ليواجه تحدي عدد من العلماء والمفكرين ورجال الدين. هذا المساء أنتم على موعد مع ستيار وبث حي ومباشر من محطتنا الفرعية لنستمع إلى رأي الخصم اللدود للمنجم الشهير الدكتور محسن إبراهي من جامعة الشمال. مواجهة مباشرة لأول مرة بين عملاقين احتدمت بينهما المعارك عبر الصحافة خلال عدة أعوام. أرحب بك يا دكتور الألمعي. أهلا وسهلا. أهلا. ومعنا الدكتور محسن الباهي من جامعة الشمال. أهلا دكتور. يا أهلا وسهلا فيك. ومعنا أيضا على الهاتف الدكتور مراد. أهلا دكتور مراد. أهلا وسهلا بكم. فاصل قصير ونعود إليكم. العمى والله لو صح للواحد منهم يشرب دم التاني ما بيقصر. انتو شو عم تعملوا هون؟ يلا تفضلوا كل واحد على شغله قوام. يلا. طيب سيدي ليش ما صرفنا بكير؟ كنا لحقنا البرنامج بالبيت. بتعرفوا اذا واحد منكم بيغادر موقع عمله قبل نهايه الدوام ناطرته عقوبه. لا كابتن ما بظن حدا رح ينصرف لانه بانصرافهم هلا بيروحوا عليهم البرنامج بعد اذنك. مزبوط. صحيلي ما شو برجيك؟ المسألة مو مسألة أبراج. أنا بصراحة قريت كتب كتيرة للدكتور الألمعي وفعلا عنده طاقة كبيرة لقراءة الأفكار والتنبؤات. ما بعرف شو رأيك دكتور رمزي؟ أنا شخصيا بعتقد بظاهرة التليبات. حتى أنت يا بروتوس؟ أنا بعرضها. بالطب في حقائق علمية وبس. تليباتي تخاطر عن بعد هذا شيء غير مثبت أو مبرهن عليه علميا. بس بعض الآراء بتنسبه للجن. معقولة؟ أنا مالي ضد العلم طبعاً، لكن بالمقابل أنا بؤمن بقوة الروح الإنسانية. لما كنت ببريطانيا قرأت بحوث عن الباراسيكولوجي سواء بأمريكا أو بروسيا. هاي البحوث بتحكي عن قدرات خارقة لندرة نادرة من البشر، بيقدر يسيطر بدماغه على إرادة شخص بعيد عنه آلاف الكيلومترات، والبعض منهم بيقدر يمسك سكاكين يلويها من غير ما يبذل أي جهد أو تأثر بأي شيء آخر. وبتعتقد الدكتور الألمعي واحد منهم ولا مخاوي؟ الله أعلم يا كابتن. على كل حال كذب المنجمون ولو صدقوا. الليل الحسم بين الباهي وبين الألمعي بعد سنين طويلة بالتلاشي. عودة إلى برنامجكم عكس التيار. دكتور ألمعي بينما نتلقى اتصالات السادة الجمهور نقرأ بعض الفاكسات. تفضلي. إلى الدكتور الألمعي، هل تستطيعون أن تقدموا دليلاً عملياً على قواكم الخارقة؟ والاسم واضح. بالطبع هذا حق، ولو أنه قد أريد به الباطل، لكنني جئت إلى هنا لأكذب على الملأ أولئك المتشككين بقدراتي وأدحض اتهاماتهم الجائرة، وأخص بالذكر الدكتور من جامعة الشمال الدكتور الباهي الذي. أرجوك يا ألمعي، أرجوك، أنا لست مشككا بل أنا على يقين، على يقين جدا بأنك تكذب. عفوا أرجو المحافظة على أدب الحوار وإلا فسأضطر أنا يعني شخصيا. أرجوك يا ألمعي إنك تكذب. أنا أرجوكم الهدوء. أعزائي المشاهدين سنعود بعد الفاصل. هلأ رح تبدأ المعركة الحقيقية بعد ما خلصت المناوشات. هلأ برأيكم الباهي رح يتجرأ يهاجمه قدام الكاميرا مثل ما هاجمه بالصحف؟ الدكتور الباهي أستاذ جامعي عظيم ومشهد له بالجرأة وقوة الشخصية، وبعتقد ما رح يعرض حاله للسخرية ويتهاون مع أشد خصومه خاصة قدام تلامذته والرأي العام. اسمعي. الدكتور الباهي ما زال معنا على الهواء مباشرة، هل تود فتح حوار معه؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد. يا دكتور كتبت نحو 10 مقالات تسخر فيها من قدراتي الروحية، أليس كذلك؟ نعم. وسأظل أحاربك في السر والعلن وبوسائل المنطق والإقناع
حتى أكشف للناس جميعا زيف دعواك الباطلة التي تستثمرها لجمع الملايين من المخدوعين بقواك الخارقة على استشراف الغيب وكشف حجب المستقبل. حسنا، أريد أن أسألك سؤالا أمام السادة المشاهدين. تفضل. هل سبق والتقينا من قبل؟ لا لا أبدا لم يحدث، لقاء أمثالك لا يشرفني، لذا رفضت تجشم عناء السفر إلى العاصمة وقبلت أن تأتي الكاميرا إلي. إن كنت لا تصدق أعاجيبي سأجيء إليك على الفور وأجعلك تندم على كل كلمة كتبتها أو قلتها عني. سيسعدني هذا التحدي، وتجتاز مسافة تستغرق 5 ساعات ب5 ثواني، فأنا لا أخافك لأنني موقن أنه مع العلم لا يصح إلا الصحيح. أعزائي المشاهدين، وقفة قصيرة مع الإعلان ونعود إليكم. تحدي فظيع. شو وصلنا ولا هونيك؟ الزعبرة ما بتدخل على البنوك. إن شاء الله دكتور سرحان سمعنا. سمعنا دكتور، ما في شيء مستحيل. هلا بلاها النقاشات الجانبية، خلونا نتابع. هل تستطيع حقا يا دكتور أن تجتاز هذه المسافة بلمح البصر؟ روحيا فقط. روحيا؟ ماذا تقصد بروحيا؟ عفوا يا دكتور باهي، دعني أكمل. عفوا. شعوذة وأباطيل. عفوا يا دكتور، اسمح لي أكمل كلامي. تفضل. قلت روحيا فقط، فأجعل غريمي يندم على كل كلمة قالها. ولكن لنبقى الآن في مجال التسلية، سأثبت للسادة العلماء الأفاضل وكل المشاهدين بأنني أستطيع أن أستجلي أدق أسرار الدكتور الباهي وأنا قابع هنا بينكم. دكتور باهي، قلت قبل قليل أننا لم نلتقي من قبل، أليس كذلك؟ إطلاقا، فأنا لا أسعى إلى المشعوذين أمثالك ممن يستغلون عقول الناس لجمع الثروات، ولا أنبهر بألاعبهم، لذا رفضت حتى تجشم عناء المجيء إلى هذه المناظرة وقبلت أن أواجهك من موقعي هذا عبر القمر الصناعي فقط. ولكنني قادر دون القمر الصناعي على معرفة محتويات جيوبكم يا دكتور. أتعني أنكم قادرون على التكهن بما في جيب الدكتور الباهي في جامعة الشمال التي تبعد عنا 5 ساعات بالسيارة؟ سنحاول، ولكن أرجو عدم المقاطعة لأن الموضوع بحاجة إلى تركيز شديد. دكتور محسن الباهي، في جيبك الأيسر محفظة لونها بني، هل هذا صحيح؟ إذا بيحصل بيكون ساحر. سمعونا. إنها معجزة حقا. دكتور مراد، أما زلت معنا؟ أنا معكم. ما رأيك يا دكتور بالذي شاهدته؟ الحقيقة الأمر ما في أي معجزة، المسألة ما بتتعدى لعبة بمارسها السحرة بالسيرك. كيف؟ لكننا رأينا الدكتور الألمعي يحزر بدقة لون جزدان الدكتور الباهي على بعد مئات الكيلومترات. لاحظوا معي أنه الدكتور الباهي لابس بدلة زرقاء، وكم لون فيه للجزدين غير النيلي والبني والأزرق؟ وأكيد بده يطلع واحد منهم، يعني المسألة بديهية، ما فيها أي معجزة. والدكتور الألمعي يعني قدر يوصل ويحذر شو الجزدان اللي معه بالبدلة الزرقاء اللي لابسها. ولكن التجربة ما تزال في بدايتها فقط. أنا لا أؤمن بالخزعبلات. عفوا، أرجو أن رجاءً. لقد استمعت إلى مناظرتك ضدي بكامل الأدب والتهذيب، وأرجو أن تتحلى بنفس الخصال. أرجو يا دكتور مراد أن نلتزم جميعاً بقواعد البرنامج، وهي إتاحة الفرصة لكل إنسان كي يعرض وجهة نظره، ونترك تقرير الحقيقة للمشاهدين. تفضل دكتور ألمعي. أرجو الصمت التام لأن التجربة تحتاج إلى تركيز أشد، إذا أن روحي ستحلق وتنتقل لمعرفة أدق التفاصيل.
في جزدانك البني يا دكتور باهي قطعة نقود من فئة 500 ليرة رقمها 644905. إذا طلع الرقم مضبوط بكون وجه له ضربة قاضية. مو بالضرورة، باين يطلع له خصم جديد مو أقل عناد، هو الدكتور مراد. 500 ليرة أم لا؟ هل تسمح يا دكتور بإخراج القطع النقود الورقية واستعراضها أمام الكاميرا؟ حاضر. صحيح. صحيح. 644905. هذا صحيح. عندك أي تعليق دكتور باهي؟ لا. لا أدري سر الخدعة التي استخدمها غريمي، ولكني أعد الجميع بأني لن أتوقف عن البحث حتى أكشفها للملأ في الحلقة القادمة. هذا إذا عشنا للحلقة القادمة. هل أفهم من كلامك أنك ستسافر الليلة لتقابل أستاذنا الدكتور الباهي حقا في الشمال؟ طبعا، إذا أن روحي ستظل دائما هائمة حولي. على كل حال سنعقد الندوة القادمة مع ضيفنا الدكتور الألمعي في مدينة الشمال لنجمعه لأول مرة مباشرة مع الدكتور محسن الباهي، وأنت بالذات يا دكتور مراد ستكون معنا على الهواء من هذا الاستوديو في العاصمة. سيدتي وسادتي أشكر متابعتكم، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من برنامجكم عكس التيار. أطفي ماهر. يلا يا شباب خلينا نروح على المدينة، بس كل واحد ياخذ كرسي معه. يلا مستعدكم. هذا الدكتور فظيع فعلا، عن جد في شيء مو طبيعي، يعني حتى بالكمبيوتر مستحيل الواحد يحصل على هيك معلومة. اي كمبيوتر يا زلمة؟ قلت لكم الألمعي مخاوي ما صدقتوني. هذا حكي ما بيدخل عقل بنوب. لا مستحيل تحت الشمس يا دكتور. شو يعني مستر فروي موافق؟ هو صحيح كذب المنجمون ولو صدقوا، بس الحادثة صارت قدام عيوننا، أما كيف فهي مسألة بدها تفكير. بس اللي منعرفه أنك رجل بتؤمن بالعلم. إيه، وبربي عصافير كمان، وبستظرف القطط والكلاب. معروف طبعاً أن القطط والكلاب والأحصنة بتتنبأ بالزلازل والبراكين قبل وقوعها، أما كيف فلازم نسأل الألمعي. أنتوا ملاحظين نظرته للألمعي؟ يعني بتحس أنه فيها شيء من نظرة القطط، وخاصة كيف عم يطلع بالدكتور مراد والباهي، يعني بتحسوا انه حابب يحرقوا الحرق. والاخطر من هيك انه هددوا يجي لعنده بلمح البصر، مع انه في مسافه 5 ساعات بيناتهم. الله يعينه على هالليله، مني ومنه ما بنام الليل كله. اما انا فرايح نام قرير العين. اصبحوا على خير. وانا كمان اصبحوا على خير. يلا تفضل. ابو شكيب تفضل. رفعت راسنا يا دكتور، كنت عم تابعك على الجهاز الاسود والابيض اللي عندي. تصبح على خير. انت من اهله، مع السلامه. Thank you.
الألمعي؟ يمكن هو. لا لا أكيد هو. أكيد حاول بسرعة الحاول. في خبر غريب على الانترنت. عفوا شوي بالله. توفي في ظروف غامضة ليلة أمس الأستاذ الجامعي الكبير الدكتور محسن الباهي إثر سقوطه من طابق عال في المرآب الذي ترك فيه سيارته، وذلك بعد مشاركته في برنامج عكس التيار الذي بث على الهواء مباشرة مساء أمس. ونظرا لأهمية القضية للرأي العام وشهادة الشاهدين المتطابقة والقريبة، قررنا تكليفك لمسؤولية التحقيق. وطبعا تقدر تختار العناصر اللي بتريدها، ولكن أرجو أن تضع باعتبارك أنه الرأي العام متابع لهالقضية، خصوصا وأنه الدكتور الألمعي ضيف على بلدنا، وظهوره طيلة هالشهر هذا بحلقات برنامج عكس التيار راح يلفت مزيد من الأنظار ويحط أجهزتنا بموضع الاختبار. خير سيدي، في شيء؟ ما بيكلفونا غير بأصعب القضايا وبينتظروا منا المعجزات. سيدي شو كلفونا هالمرة؟ رح تتفاجئ بمصرع الدكتور الباهي. كويس، ليش مزعوج؟ يعني ما بدك يعني يكون مزعوج؟ استنى لتسمع بقية الخبر اللي سربوه للصحف. في شاهدين منفصلين عن بعض، واثنين شافوا شخص بموقع الحادث. بتعرفوا مين هو؟ مين؟ شخص معروف يعني؟ نعم، معروف إلي وإلكم ولأكثر من مليون مشاهد. الشخص هو الدكتور الألمعي. الألمعي؟ مستحيل. بس هو كان لساته موجود بالعاصمة، ويا دوب مخلص برنامجه على الهواء. لذلك يا أستاذ رمزي، من الطبيعي إنك تلاقيني مزعوج. ورح تنزعجي أكثر لما بتعرف إني اخترتك لحتى تساعدني بحل هالقضية اللي بيعترف إنها بحاجة لقدرة غير عادية. نحن علمونا بالأكاديمية كيف نلقي القبض على المجرمين مو على الأشباح. قال معي نازل هون وشهر كامل كمان وجناح شرف كمان. لك تلفزيوننا مزنقل يا جماعه. تلفزيون؟ الرجل نازل على حسابه ويمكن قادر بامواله اللي عم يجيبها من وراء الدعايه انه يفتح قناه فضائيه بحاله. ها يلا تفضل. ايه
وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا. هيا انا كنت بانتظاركم بس ما توقعت انه يكون بالامن انسه جميله هالقد. تفضلي تفضلي. شكرا كثير لك. يعني اكيد هيك اطراق انا بيسعدني خاصه لما بيكون من حضرتكم. بالعكس، كل علومي بخدمة الروح، ووجود حضرتك بيؤدي نفس الغرض. الحقيقة نحن طلبنا الموعد من حضرتك حتى نستفسر عن حادثة غريبة. أكيد قريت صحافة اليوم. قصدك وفاة الدكتور الباهي؟ الله يرحمه. الحقيقة بوفاته فقدت واحد من أقوى الدعامات لقواي الخارقة. بس حسب معلوماتنا دكتور هو كان من أشد خصومكم. بمهنة مثل مهنتنا الإنسان يلي بيناوقك بيكون عم بيعمل لك أكبر دعاية، لأنه أولا بيسلط الأضواء عليك، وثانيا بتحلك مجال لضحض ادعاءاته. من شان هيك لكن حبيت تحاوره عبر القمر الصناعي، انت بمدينه وهو بمدينه تانية. بالعكس، انا انسان منفتح ما عندي شيء خبيه، وموهبتي حباني فيها المولى سبحانه وتعالى. لكن يا دكتور، مخرج البرنامج اكد لي على التليفون انك اشترطت هالشيء شرط على ان تقابل مرحوم الباهي وجها لوجه بالحلقه القادمه. صحيح. طيب ليش؟ إذا كنت حضرتك عم تلمح إني أنا قارئ المستقبل، فلا لا أبدا، أنا ما تنبأت بموت الدكتور الباهي بحادثة عرضية، لكن خفت إنه قدام الناس يكون الشجار غير محمود العواقب قبل ما أستطلع وجهة نظره وأدلته ضدي. تفضلي. وما قلت لي لقيتها خطيرة؟ في شاهدين مختلفين، كل واحد منهم شهد بأنه شاف حضرتك بموقع الحادث. شكراً. وفي 20 شاهد على الأقل بيأكدوا لك أني أنا بنفس الوقت كنت عم بتعشى بمطعم الأوتيل، وبنفس الوقت كنت عم بوقع على أوتوغرافات المعجبين. مع وضع الساعة واليوم؟ حقيقة عادة متأصلة قديمة فيني. يبدو انه الآنسة مراجعة وظيفتها منيح. عفوا، نسيت اقدم لك الأستاذ رمزي خبيرنا النفساني. خبير نفساني بالأمن؟ فيك تقول مجرد هاوي يعني. يا ترى دكتور، من ناحية الروحانية بتقدر الروح مو الجسد تعبر الأسير مسافة 5 ساعات بالسيارة وتهدد الدكتور الباهي وترعبه قدام ملايين الناس، ولا هذا شكل من أشكال الدعاية؟ يا ترى القانون بيعترف بتهديد مستحيل ماديا ومقدرة الروح على العقاب؟ لا يا أستاذ، بعتقد أن الشعور بالذنب وحده هو اللي قتل الدكتور الباهي، لأنه أخطأ بحق الطبيعة، قسمها بشكل تعسفي، فضل المادة على الروح. شكرا، نحن أخذنا من وقتك كثير. بعزلك. أهلا وسهلا. شكرا. شكرا. مسيو ألمعين. ألمعين. وهلا شو الخطوة الثانية؟ شو رأيكم نسافر لموقع الحادث ونقابل الشهود؟ برافو، بس مو قبل ما نشوف واحد ثاني هون. مين هذا الثاني؟ دكتور مراد. الحقيقة هذا منافي للعلم. أنا عم أقول هالشيء. أمنيتي إنه ينحط الدكتور الألمعي بالسجن. طيب بعد إذنكم دكتور، ممكن نعرف شو طبيعة علاقتكم بالمرحوم الدكتور الباهي؟ علاقة مودة واحترام. الرجل كان أستاذي بالجامعة وله فضل كبير علي،
كان يعاني من مرض نفسي أو شعور بالاضطهاد؟ عفوا، مين الخبير النفساني بيناتكم؟ والله يا دكتور، هو الكابتن من زمان عينه على اختصاصي. على كل حال، جاوب على السؤال لو سمح. على حد علمي الدكتور الباهي أستاذ أكاديمي متوازن وسمعته عطرة بجامعة الشمال. يا ترى دكتور وفاته للباهي بتفيد حدا من منافسينه؟ إذا كانت عنده حجة قوية يحرج فيها الألمعي بالحلقة الثانية بجوز. طيب شكرا دكتور على الطمناك. علو، على إذنك دكتور. علو، ما شربت قهوة؟ على إذنك. شكرا كثير. أهلا وسهلا. مع السلامة. ديري بالك على القسم ريما، خليكي على اتصال دائم معنا انت وماهر. ما تاكل هم سيدي، يمكن نحتاج اي معلومه من الدكتور مراد قبل المناظره الجايه. هلا لا، الدكتور كثير اكابر، لا شفت منه لا نظره ولا تطليع غلط ولا شيء، مو مثل الالمعي. ماشي، ليش تصرف معك شيء غلط؟ على اذنك كابتن، عايز ماهر كلمتين. اكيد سيدي مانك ندمان لاني مراهمك. انت بتعرفي تماما معزتك، بس المشكله انه الدعوه جايه لشخصين بس. ما في مشكلة، بتمنى لك التوفيق وإن شاء الله نضل على اتصال. على كل حال ديروا بالكم، ها بجوز نحتاجكم أو نطلب منكم شيء، خليكم دائما ليل أول نهار متناوبين. ما تاكل ماشي؟ سيدي ما تاكل هم. السلامة. الله معك. الله معك. صاف. خذوني معكم. يا ريتوا حجزوا لنا شي جناح باوتيل من المستوى اللي بينزل فيه الدكتور الألمعي. هلا سافرنا كل هالمسافه مشان تعمل لي يوغا؟ يا حبيبي، يعني احنا بعلم النفس ما خالصين، جاي تدخلنا بالميتافيزيقيا؟ تعرف معناها؟ منيح اللي تكرمت علينا ورديت. والله عم اتامل. ها لوين وصلتك تاملاتك؟ والله للنيرفانا. نيرفانا يعني مثل الهافانا؟ رح اقرا كتاب عن درب النيرفانا اللي بوصلك للصفاء الروحي الخالص. لا سيدي، وفر اعاراتك للانسه ريما، انا عندي اشغال اهم. مراقبه برنامج الرياضه نهار الثلاثاء. وشو عرفك؟ لتكون صاير روحاني مثل صاحبنا الألمعي. عم حاول. عفوا مدام، مو حضرتك بالضبط. اسمحي لي اقدم لك نفسي، انا المقدم ماجد وزميلي الاستاذ رمزي. اهلا وسهلا، تفضل استديو. شكرا. تفضلي مدام، هذا ارتاحوا. يسلموا ايديك. تصوير هلا؟ لا لا لا، ارتاحوا نص ساعه. نحن من قسم التحقيق الخاص وجايين نحقق بوفاه ضيف برنامجك الدكتور الباهي. شفت المسكين؟ ما حدا توقع انه رح نخسره بهالسرعة. ولا حتى الدكتور الألمعي؟ بصراحة لا، أنا نقلت للدكتور الألمعي يلي قال لي إياه، وهو إنه الحلقة الأولى رح تكون مجرد تمهيد ليرمي قنبلته بالحلقة الثانية. بتعرف شغل التلفزيون بده شوية ألباندا، ولو كشفنا كل ورقنا رح نخسر المشاهدين. يا ترى الدكتور الألمعي كان بيعرف شو هي القنبلة اللي محضر له إياها المرحوم؟ لا، لأنه سألني فأقسمت له أني ما بعرف. غريبة، كيف متنبئ شهير مثله ما قدر يتنبأ بمسألة بسيطة مثل هاي رغم ادعائه بمعرفة الغيب؟ عفوا، نحن حابين نشوفك ثاني مرة بس هلا مشغولين. إن شاء الله.
يعطيك العافية. مقدم ماجد قسم التحقيق الخاص. تحياتي يا سيدي. يا سيدي بحلف بأولادي أنا شفته بعيوني، ما ممكن أنساه لأني كنت عم بتفرج عليه بالتلفزيون أثناء مناوبتي. كان لابس نفس ثيابه اللي ظهر فيهن على التلفزيون؟ مالي متأكد، بس تلفزيون صغير وأسود وأبيض، بس بفتكر إنه كان لابس شيء شبيه. كيف يعني شبيه؟ بصراحة مالي متأكد، لأنه كل شيء جرى بثواني بعدين الدكتور الألمعي اختفى. اختفى؟ إيه نعم اختفى، لأني لحقته بعد ما قفلت الباب لآخر الشارع بأقصى سرعة ما لقيته، تبخر كأنه شبح. طيب شو الاختلاف اللي خلاك تقول كلمة شبيه؟ ما بعرف، بس بعتقد كانت جرافته مختلفة. طيب شكرا. أنا متأكدة إني شفت الألمعي بعيوني، أصلاً أنا تابعت مشانه البرنامج على التلفزيون، أنا معجبة فيه من زمان، بشوف كل برامجه وكل مقالاته، خصوصاً بعد ما تنبأ بالكسوف وبموت الأميرة ديانا. سوري أستاذ، هذا العطر نسواني، حابب تشتريه لحدا؟ أنا اللي ملاحظه إنه كل العطور اللي عندك أجنبية. لا أستاذ، مو كلها فرنسية وأصلية، في شي تقليد، في شغل قبرص، في شغل أمريكا، بس الشاطر هو اللي بيقدر يفرق بيناتهم. عفواً، وين ممكن غسل؟ تكرم عينك أستاذ، ممكن تمسك لي هي؟ لا تأخذني عم عصبك معي. هون هون أستاذ، تقدر تفتح الباب وتفوت فيه مغسلة وفيه بشكير وبشك. تفضل تفضل، ولما تطلع بخ عطر، وإذا ما عجبك بخ عطر تاني لك، مو تكرم عينك، أهلا وسهلا، شرفت المحل. نحن ما صدقنا إمتى زارونا ناس حلوين مثلكم. مدام عفواً، وين بتحبي حط لك السلة؟ يبعث لي حمى يا أستاذ، يبعث لي حمى، ما تواخذني، عذبتك فيها. أنا كتير كتير آسفة، بعتذر بعتذر منك كتير كتير، مشان الله ما تواخذني. ما شاء الله ما شاء الله، باين عليك ست غير عادية. بدي أسألك، شو الفرق اللي لاحظتيه بشخصية الألمعي بين التلفزيون وبين لما شفتيه؟ طبعا صباطه يا أستاذ، شايفتك مستغرب، بنوب ما تستغرب، أنا بقيم الرجال من صباطه، وأنا سبب طلاقي من جوزي هو صباط. وشو اللي لفت نظرك بصباطه؟ أنت عيني على التلفزيون كان مبين يعني بيرفكت، أنيق، جنتل، يعني ما بعرف شو بدي إلا، بس على الحقيقة كان مبين كتير شرشوح. بس أنا فتيتها وعرفت السر فورا. أنا مثلاً لما بدي روح على مشوار بلبس كندرة مريحة وباخذ معي بكيس نايلو كندرة مناسبة للمناسبة يا أستاذ. خير، عن شو عم تحكوا؟ لا ولا شيء، عم نحكي عن صباط. عن إذنك. ليش لقى ما رديت؟ هاي المذيعة ما بدي أكلمها. ألو؟ ألو مرحبا سيدي. حاولت أحكي معك قبل شوي بس ما لقيتك. عندي الدكتور مراد بده يحكي معك. إيه لحظة. لحظة. أنا ورمزي سامعينك. مرحبا، أنا الدكتور مراد. أهلين دكتور مراد. اجى لعندي الألمعي امبارح وحاول يرشيني وانا رفضت طبعا، فصار يهددني، قال لي اذا بتطلع على التلفزيون ليلتها ما رح ترجع على بيتك صغ سليم، وروحي رح تطاردك وتقتص منك. عفوا دكتور، كان في شهود على التهديد؟ لا لا لا، يعني كان الوقت متاخر وانا وحدي. طيب ماشي دكتور ماشي. لا 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 لحظه دكتور مراد، انا رمزي، في عندي سؤال بس واحد بسالك اياه. الألمعي سألك إذا كان في أي صلة بينك وبين الباهي؟ الواقع تطرق له الموضوع أكثر من مرة، وأنا حتى غيظه قلت له إنه دكتور الباهي كان أستاذي وإنا كنا منسقين مع بعض مشان نفضحه. طيب شكرا كثير دكتور، في شاب جنبك بيحط كزلك اسمه ماهر، ممكن تعطيني إياه؟ تفضل. ألو؟ أهلين أستاذ. حاضر. إيه زياد هون. إيه بس هذا مستحيل لأنه هو عايش برات البلد. حاول ماهر، حاول. ماشي ماشي، رح اعمل مستحيل لحتى احصل المعلومه.
برافو عليك يا ماهر، اعطيني ريما. ريما، استاذ رمز بده يحكي معك. حولي اياه هون لسمح. الو، تفضل. يا دكتور. كابتن، بعد اذنك ما رح نحكي انا هيك. ايه ريما. اسمعي. بدك تنفذ التعليمات اللي بقول لك عليها بالحرف الواحد انت وماهر وزياد. بتراقب الدكتور مراد 24 ساعة على 24 ساعة. نحن امام مجرم خطير وذكائه حاد. ما بنعرف شو ممكن نساوي بأي لحظة. أنا رح اتصل فيك وأعطيكم المعلومات أول بأول، بس مين هون؟ عندي إحساس إنه تليفون الفندق مراقب، بعدين بحاكيكم، باي باي. شو مستر فرويد؟ شايفك عم تفصل وتلبس لحالك. شو نحن مالنا علاقة؟ ولا هو يا كابتن، أنت الأصل، أنت إلك كل العلاقة، أساساً أنت اللي رح تقبض على المجرم، أما الباقي فكله ديكور. ديكور؟ بتعرف؟ الواحد يسمع الأخبار أفضل له. كابتن لو سمحت بدل ما تفتح التلفزيون بدي ارتاح شوي. لازم نهتم بالمشاهد لنقدم له أعمال مهمة ضمن هال 11 شهر. ألو، كيفك ريما؟ شو صار معك؟ ما أحضرك معي؟ زياد؟ طيب، ليش ما تبدأ؟ لك شو وين تركني ورحت؟ لا ما في شيء، بس كنت عم حاكي ماهر مشان يعطيني بالعصافير. شرف.
مشان تجي تتفرج على التلفزيون؟ انا بدي افهم، ليش بجيبك معي؟ مشان تنرفزني وتوتر لي اعصابي؟ طول بالك كابتن، طول بالك. شبك معصب؟ كله لانه رقصنا مع الست رقصة؟ لا، اصلا انا هالمياعات كلها ما بحبها. بس يعني ضروري نفشل ونتبهدل؟ فهمني نحن ليش قاعدين هون على حساب الدولة؟ مشان نرقص ونتسلى وفي عنا قضية بحاجة للحل؟ قلي. معك حق يا كابتن، بس بحب طمنك إنه القضية محلولة بإذن الله. وإمتى رح تنحل؟ نعيما سلفا. يوم البرنامج رح يطلع على الهواء، والخطة اللي حاطينها ما بتتحمل ولا غلطة، لذلك هلا نحن دغري بنتوجه على الكراج، وأنا حروح ألبس ثياب الدكتور مراد وحأتوجه له كمان. هاستنى للدكتور وله السيارة، لأنه بطبيعة الحال هيحاول يفتح باب السيارة، أكيد أنا حكون جاهزة وأنت حتكون جاهزة، اتفقنا؟ ماشي. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مع هذه الحلقة المنتظرة من برنامجكم عكس التيار، الذي نستضيف فيه عالم الروحانيات الشهير والمتنبئ العظيم الدكتور الألمعي. أرحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا. كان من المفترض أن يشارك معنا أستاذ جامعي جليل سبق أن رأيتموه معنا في الحلقة السابقة، ولكنكم سمعتم كيف نعته وسائل الإعلام إثر وفاته بحادثة مؤسفة، لذلك اخترنا أن يكون معنا أستاذ مختص في علم النفس الذي رفض أن يذكر اسمه. قبل أن نبدأ حوارنا ونتلقى فاكسات واتصالات الجمهور، اسمحوا لنا أن نستمع إلى الدكتور مراد الذي لن يبقى معنا طيلة البرنامج بسبب إصابته بزكام حاد، بل سيدلي بشهادة قصيرة فقط. كنترول جاهز دكتور مراد؟ جاهز مدام. تفضل. لن أستطيع إطالة الكلام بسبب ظروفي الصحية، ولكنني جئت إلى هنا هذا المساء لوجه تحذيراً علنياً للألمعي، وسأكشف في الحلقة القادمة الوثيقة التي سلمني إياها صديقي وأستاذي الدكتور الباهي، والتي تفضح نصب واحتيال المتنبئ الشهير الذي لن يرهبني على الإطلاق بخزعبلاته عن إمكانية انتقال روحه للانتقام مني عبر الأثير. عن إذنكم. ما تعليقك دكتور ألمعي؟ يؤسفني أن يكون الطيش والتهور صفة لأستاذ جامعي له مستقبل مرموق فيما لو حكم عقله. أنا شخصيا ليست لي أي خصومة مع العزيز الراحل الدكتور محسن الباهي، لكنني حذرته، نعم حذرته من أن الأرواح التي أنكر قدراتها قد تؤذيه، وقد آذته بالفعل، وكما يعلم الجميع أنا بعيد عن السيطرة عليها كليا. هل يوجد تعليق لدى ضيفنا أستاذ علم النفس؟ الحقيقة هلأ رح أكتفي بسماع حواركم لأنه ما عندي أي تعليق. لك إذا مو مستعد ليش طلعت تتنازل؟ نوع الكلام يا أستاذ. أعزائي المشاهدين، وقفة قصيرة مع الإعلان ونعود إليكم. أهلين دكتور مراد. عودة إلى برنامجكم عكس التيار، ويبدو معنا اتصال هاتفي. ألو نعم. أهلا مرحبا مدام صباح. أهلا أهلا وسهلا. هي من الدنمارك عم تحكي معي. أهلا وسهلا. بدي وجه سؤال للدكتور الألمعي. تفضلي. دكتور، هل يوجد جن سفلي وجن علوي؟ الحقيقة بهالموضوع ما بنقدر نناقش أبدا. ورد آية في القرآن الكريم بتقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العظيم. بعد أن أجاب الدكتور الألمعي بكرم شديد على تساؤلات الجمهور، هل لديكم تعليق أستاذ علم النفس؟ عفوا، لا لا لا، ما في أي تعليق. لا، بنهاية البرنامج ممكن أعلق. يبدو الفاكس لكم. فاكس شخصي. تابع حواركم، تفضل.
شخصي؟ لكن طوق هالجوهر وخلصنا، ليش سمعت لي قدام الكاميرا؟ يا استاذ رجاء ولا كلمة والا بطلعك برا. فاصل اعلاني ونعود اليكم. معنا اتصال. الو الو. ايوه مرحبا. اهلا وسهلا. انا حنان السويد. اهلين. ممكن احكي مع دكتور الألمعي؟ تفضل تفضلي. دكتور اذا وحده بتشوف منامات. يبدو صار في مشكله بالخط. اعزائي المشاهدين ادركنا الوقت وسنختم. لو سمحتي مدام صباح، قبل ما تختمي البرنامج في عندي مفاجاتين محضر للدكتور الألمعي. تفضل دكتور. كيف ما هو انت ولو يا دكتور بطريقتي الروحانية الخاصة قدرت استحضر روح الدكتور مراد حتى تقطع مسافة 5 ساعات بنص ساعة؟ لا، هي اللعبة سخيفة، أنا بحتج عليها وبحتج عليكي كمان. أنا رح أخلي محطتكن مضحكة بأعين الناس. أهلا دكتور مراد. اسمح لي أشرح للسادة المشاهدين اللي شافوني من شوي أن الحديث اللي سمعوه كان مسجل من مبارح المساء طبعا بطلب من الأستاذ، وأنا من أول البرنامج هون. وحتى نبرهن كمان للدكتور الألمعي أن الشخص ممكن يكون موجود بمكانين بنفس الوقت بس بدون روحانيات، وحرصا مني على سلامة الدكتور مراد حتى ما يتعرض على ايدين الارواح الشريرة للمصير نفسه اللي تعرضه المرحوم الدكتور الباهي. بقدر بفهم من كلامك انك عم تتهمني قدام الرأي العام باني انا مسؤول عن موت الدكتور الباهي؟ نعم. بتعرف اني انا بقدر برفع عليك دعوة قذف وتشهير لانه ما عندك اي شهود وانا عندي اكثر من دليل. هلا بنشوف. اسمح لي لو سمحت. الو مرحبا. مرحبا يا كنترول، نحن جاهزين ننتقل للعاصمه بنقل حي مباشر. جاهزين؟ اوكي. 5 شو 5 عم تنازلي؟ 4 3 2. 5 4 3 2. اوكي. اللحظة هاي الناس كلها عرفت انه انت الاخ التوأم للدكتور الألمعي، اي كلمة بتقولها حتنحسب عليك قانونيا، فيك توكل محامي. خذوا شباب. رمزي طولت شرحت. انا اسف نسيت ادملكم الكابتن ماجد يلي الحقيقة قاد عملية القبض على الشريكين بالاجرام بمنتهى الذكاء. وبحب اشكر طبعا ست صباح اللي كانت تعرف الخطة والاستاذ المخرج والشباب كلياتهم نشكرهم يعني. تفضل كابتن. لا كابتن. حاضر كابتن. دكتور اي كلمه بتقولها محسوبه عليك وبتقدر توكل محامي.